مرحبا في دار خو وضاه بعز ومقام التحايا من صدور الغوابات النهار من تميم المجد قايد مسيرتنا في دار خور وضاه بعز ومقام التحايا من صدور الغرابة دينها من تميم المجد قايد مسيرتنا الهمام مرحبا ترحب الدار يا ناصينا السماء ضعفنا كل عام ضيف مجد ومجد ضيف عام يختصر إنجاز من بينهم ومن بينهم والبلد عهده تعيش الغلا هذا قسم خاص سوق الطيور، هذا قسم خاص بالطيور، سوق الطيور فيه الصقور وفيه أدوات الصقور الخاصة، فيه عرض الصقور اللي يبغى لها طير ما عليه إلا أن يجي ويطب ويختار. ما شاء الله تبارك، ما شاء الله تبارك الله. هذا قسم خاص بالمحرك الصحراوي، المحرك الصحراوي طبعا هناك شركة المحرك الصحراوي هذه للتعديل على السيارات وتطويرها وتجهيزها للصحراء. ابو احمد يا هلا وسهلا فيك، عطنا اسم الله يحفظك. معك عيسى الشيب من محرك الصحراوي. انا اشوف اللوحه المحرك الصحراوي. صحيح. طيب انا اشوف فيه تعديلات على السيارات، وش الـ الله يعطيك العافيه. طبعا احنا متميزين الحمد لله في تجهيز السيارات للبر من تحت كامله، من تصفيح وحمايات، تجهيز من معاونيات وجنبينات، سسبنشن كامل للسياره. الهدف منها ان الموتر ما يتضرر من تحت، ما تتعطل لقنصت لين نزلت أفرود، ما تتعطل، وفي نفس الوقت يكون الموتر مريح للاستعمال. التجهيز المميز اللي سويناه هذه السنة، جهزنا 4 سيارات، عندنا الأكسس والبرادو والبحوض والكروزر. طبعا الموتر كلها جديدة، تجهزت كاملة، سسبنشن كامل على السيارة مع حمايات. كم يكلف التجهيز؟ والله يبدأ من 2000 ريال إلى وين طالعين، على حسب شنو الباكج وشنو احتياجك. فالواحد يجينا ونشوف احنا شنو احتياجه، شنو الاماكن اللي بينزلها، الارض اللي بينزل فيها، فهني نرتب له. في اللي يبيه بس حق الشارع، حق الشارع نزلت خفيف. بعد عندنا باكجات تحسن اداء الموتر حتى في الشارع. في العزم قصدك؟ في اداء السياره كمطب. اي نعم، كمطب، كحفر، كهذه الامور. وش اللي يركزون عليها السيارات؟ هو شوف السيارات الجديده اهم شيء، اول شيء الحمايات، يعني فيها سناصر، فيها الامور. فاي واحد ياخذ سيارته من الوكاله ودنا يحميها. في بعض السيارات من الوكالة أصلاً تسوقها شوي وعرة، نفس الجيمس مثلاً. نعم. فبعد عندنا لها بكجات خفيفة تخلي أداها أفضل. احنا نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، ونشوفكم كل سنة مشاركين إن شاء الله. وياك الله. شكرا لك الله. حقيقة معرض مكتمل بجميع أدواته، كل ما يطري عليك واللي ما يطري عليك تجده في هالمعرض، من جميع التجهيزات،
تجهيزات البر، تجهيزات الرحلات، تجهيز السيارات، تجهيز العزب، كل حاجة يحتاجها اللي عنده هواية في البر أو الرحلات تجدها. تجهيز السيارات من جميع النواحي، الشركات تتسابق الشركات على هالمعرض لعرض منتجاتها وعرض مميزاتها اللي هي تدعم بها السيارة، السيارات الرحلات في البر وفي الأماكن الصعبة. طبعا هذه السيارات تحت التجهيز أو مجهزة. مرحبا بكم في النسخة الجديدة من معرض سهيل. معرض سهيل على مدار 5 أيام من العاشر هذه كرفان من سبتمبر هذه كرفان مجهز على من الساعة 10 صباحا إلى 10 مساء. أهلا بكم. هذا كرفان مطور أو شاليه مطور. ما شاء الله بالمسبح. غرفة نوم. كرفان. غرفة النوم والمسبح والجلسة الخارجية. جلسة خارجية وبنشوف نشوف الداخل وش ما في هاف مال سباحة هني يا مدير دام ينطب برا. هذه كرفان مكتمل مسبحة وغرفة غرف النوم جلساته مكتمل. باقي السعر نسلم كم السعر نشوف كم السعر ونخبرك. هذا المعرض من فوق هذا قسم ال قسم الصقور والسيارة من فوق. الزحمة كل يوم أجود من اليوم الثاني. الله يرحب بك ويسلمك. يا مرحبا يا ابو سيف. زائر يا عم. والله احنا جايين نتمشى اي في المعرض. كل سنه تزور المعرض؟ والله يمكن السنه هذه ثانيه او ثالثه ما شاء الله. وش المعرض كل سنه اتطور من السنه اللي راح ما شاء الله تبارك الله. مع السنه هذه يقولون في الشركات اكثر توها يعني جديده. اي جديده في المعرض. وش اللي شد انتباهك في المعرض وش اللي؟ والله يا ابو سيف كل ما تقول هذا زين تحصل الثاني ازين. جيت الطيور الصقور شفتها؟ الطيور شفناها ما شاء الله. بس انا ما لي هوايه في الطيور. وش هوايتك فيه؟ في الاشياء الثانيه. شفت السيارات الرحلات هذه رقم واحد ما في كلام. الرحلات هي في وقتها ما في كلام. الله هذا وقتها جاء وقتها الحين أقبل وقت الرحلات والحمد لله. أنا أتمنى لك التوفيق يا أخوي حمد وإن شاء الله نشوفك كل سنة مشارك وزائر المعرض وطيب إن شاء الله. شكرا لك الله يحفظك. ونشكر المسؤولين يستاهلون وجميع واحد تسلم. من أمير البلاد إلى أصغر واحد يستاهل على الترتيب وعلى كل شيء والحمد لله رب العالمين. والله يديم الأمان طاعة الرحمن آمين على المسلمين كلهم. شكرا لك يا رب يحفظك وياك. يا مرحبا ومسهلا منصور. نعم عطنا الاسم كامل. منصور خالد القاشوطه. هو نعم يا منصور عليك سيدي. منصور وش اللي شد انتباهك في المعرض؟ والله
السقاقير الكبار والطيور اللي جاية، وهذا معرض سنوي ودائما ناتي ونشوف الطيور ونشوف السقاقير الكبار ونتعلم منهم. انت سقار يا منصور؟ ان شاء الله. الله يوفقنا. شو اللي يعجبكم من الطيور؟ يعجبني من الطيور الجير. الجير؟ ما شاء الله تبارك الله. تمشيت بالمعرض كله في اجنحه المعرض كله؟ للحين بروح اتمشى. توكم واصلين؟ مناك متوفق يا منصور، ان شاء الله اشوفك، ان شاء الله كل سنه وانت طيب ومستانس وبلدنا امن. طبعا هذا مركز ابحاث الحباري، مركز ابحاث الحباري والطيور. هنا مجموعه من الحباري، طبعا هذه يجرى عليها ابحاث على حسب ما هو مكتوب في اللوحه. ويلكم دكتوره. Hello, good morning. I'm Dr. Veronica from Albeida Ubara Breeding Center. Albeida Breeding Center is the most important private center for producing Ubara. And we have been participating in the exhibition for 5 years. And I would like to let you see our juveniles from 2024. All these Ubara have born in our center, and we are really happy to let people know our work and the success that we are having this all this year with the breeding of this wonderful bird. If you see, not only we have Ubara, we also have the Alcarawans. You see, also we are at exporting breeding Alcarawan. Yes, and if you see, they recognize my hand because I'm with them from the first moment, from the first day of life. With incubation, we eat food with our hand. That's why, if you see, they are not scared about any of us, and the Alcarawan also. You see, they are looking, they are searching for food. They are searching for something. You see, they are very beautiful. And if you compare with falcon, the big one is the males, and the small ones are the females. So are different. In falcon, are the female are the bigger, but in Ubara, no. For example, you see the females, this one is a male. Very beautiful males. And as the temperature, they need, they like a hot temperature. You can see that we have placed heater, so just in case the temperature here in the Katara is very cold, they can use the heater. You see, for example, this one that is down is because the temperature, and you see the eyes is almost he's fall sleeping. So thank you Doctora, thank you. طبعا هالصقور ياخذون حباري يدربون طيورهم عليها، فاذا جاء يشتري الحباره اهل المركز حطوا لهم هالقبه اللي ساعتها اكثر يبدو لي من 100 وشوي على تجريب الحباره. اذا جاء يشتري الحباره قالوا الحباره هذا ياخذ حباره ما هي بتطير، ما يستفيد طيري منها، يفكونها له في الموقع هذا يخلونها تطير براحتها، ما يشتري الا حباره تطير وتتعب الطير بعد عشان يقدر الطير يتعلاها ويقدر الطير يتابعها في الهواء، لان الحبار اللي ما تطير ما يستفيد الصقر منها وما يستفيد الطير منها. هذه تجربه جميله والله.